يجي بقى في أول مشكلة وهي الأهل. ممكن يكون جزء منهم متعاون وبيدعم، وفي ممكن يكونوا كلهم مش متعاونين وما بيدعموش وبيسمعونا كلام زي السم. وفي بقى حاجة بتحصل لو الزوج عنده المشكلة، أنا شفت عدد كبير جدا من الزوجات بتعمل إيه؟ تروح تقول لأهل زوجها أصلاً اللي فيها المشكلة، علشان إيه؟ يعني الشكل العام والكلام ده كله. كلميني الأهل يتقال لهم إيه؟ ونتعامل إزاي مع زنهم وكلامهم اللي من تحت لتحت ونقرزتهم؟ أنا عايز أقولك إن مش شرط إن هم حتى يعرفوا هينجبوا ولا مش هينجبوا، ده بتبقى لسه داخلة عروسة، إيه الأخبار؟ مش حاجة في السكة؟ مش حاجة جاية كده ولا بتاع؟ فطبعاً يعني يعني بيبقى من الأول، حتى لو كده اتأخرت بيعملوا لها قلق. ده في حاجة ممكن يكون الزوج والزوجة مش حاسين أصلاً بالقلق، لكن تعليقات الآخرين هي اللي تحسسهم ده في قلق، في حاجة مش طبيعية، وإحنا ليه كده، وينكسروا ويحزنوا ويبقى في مردود سلبي عليهم. بصي دلوقتي أنا عرفت إن مفيش إنجاب، أو خلاص الدنيا كذا، أو الأمر من الزوج متأخر شوية أو كذا. لو هو من الزوج اوعي اعملي العمله اللي انت بتقول عليها ده، تسنيم تروح تقول لها تقول لاهل زوجها ده مني، ده هيبهدلوها في الطلع وفي النزل، وهيعمل هي عايزه تحافظ على كرامه جوزها، عايزه تحافظ على شكل جوزها قدام الناس. عايزه اقول لك بقى ان في حالات هي بتعمل كده ويقنع الزوج ان تزوج، وهو اللي ما ويقتنع، وتقول له هو انت ناسي ان انت انا ما عنديش حاجه، انت ناسي ان كذا، يقول لها لا ما لا ما ممكن، ممكن يكون علشان انا وانت انا سلبي وانت سلبي، فالسلبين لازم يتنافروا مع بعض. بيشوفوا بيقنعوه ذات نفسهم. طبعا دول الاشرار، دول الاشرار اللي بيخربوا علاقاته ويخربوا بيوته ويخربوا كذا. لكن انا لا انكر ابدا ابدا على حق زوج او كده ان هو يعمل ايه، ان هو انا نفسي اخلف. وهي نفس الكلام، يعني في حالات من الحالات دي زوجة وهي عرفت الأمر منك أو الأمر من الزوج وللأهله وعادي ما فيش مشاكل وإحنا راضين يا جماعة، يا ما تقولوش خالص السبب من مين ولا إيه رأيك في الموضوع ده؟ لا يعني هو يعني أنا أصلا بس بحكم اللي بيجي من المشاكل بتتبهدل الزوج، بتتبهدل نفسيا، بتقولي خلاص ما بقتش قادرة أقاوم، بقى لي 7 سنين و8 سنين عمالة أدفع وأقول مش قادرة. فلا يعني ما بلاش نقهرها قوي، لكن إحنا والله الأمر منها وخلاص هي عرفت. الزوج بقى يعني الخطوه اللي بياخدها على كده، يا يتجوز ويبقى الدافع ان هو يتجوز وكل الدفع له تزوج 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 تزوج، ملوش ضمان والله الجايه برضو تبقى زيها. وده حصل برضو في حاله من الحالات، يعني تزوج الثانيه والثالثه والرابعه هم اللي قعدوا يدعوا ان هي تكون بتخلف، وطبعا ما بيطلقش. يعني بتقول لك الاولى دي بتقول انا عايشه ملكه صراحه. هو الامر صحيح كان متعب في البدايه، لكن وحاله تانية والله وهي موجوده وهخليها تسمع الحلقات دي، يعني 18 سنه وتزوج وخلف من زوجته التانية وكذا، وبعد 18 ربنا رزقها التوأم. سبحانك يا رب. ويعني مش عايزه اقول لك سبحانك يعني يا رب. هو يسمي بناته وبنته اللي جايه يسمي على اسم زوجته الاولى، والاولاد يحبوا زوجته الاولى جدا. انا عندي قرابه، عندي حاله قرابه درجه تانية، ويعني مش عايزه اقول لك قاعد ما متخلفش سبحانك رب، وهو متجوز وعنده عيال وكذا وكذا، بس هي دي وصبر عليها عياله يقولوا لها يا ماما، عياله ويحبوها. طب ليه بقى حلال للراجل يتجوز؟ الله يفتح عليك. لو حصل ان الزوجه ما بتخلفش، لكن لو الزوج هو اللي عنده مشكله في الانجاب، لا يا بنتي تطلبي الطلاق. ايه ما يصحش كده، انت لازم تكوني اصيله، والاصيله مع جوزها في السراء وفي الضراء وتتحمل كل حاجه. بص يا سنة، اولا احنا بنقول على موضوع الزوجه ديت النساء مختلفين، احنا مشاعر وقلب. عاده لو هي عايزه والله لو ميت قال لها لا ما تعمليش هي هتيجي وتطلق، او لو صبرت شويه وبعد كده هتقول لك لا مش قادره اكمل. لكن الزوجه بترتبط بزوجها حبا، وبترتبط بزوجها يعني مشاع، وتبقى خلاص تقول لك يعني خلاص انا اصبر عليه انا اصيله وكذا وكذا. ودي الحته اللي بنلوم فيها، يعني زي ما هي قدرتك وبقت اصيله معاك وقالت لا اعيش، مشاعرها جابتها لكده، والله لو مين قال لها كانت تقول له ما حدش له دعوه انا هفضل معاه. انا بتقاوم مشاعر معي. الامومه يعني دي مشاعر دي حاجه خلقت أساسية. عند الست بشكل اساسي، هي بتتجوز عايزه تكون ام وعايزه تسمع كلمه ماما وتفرح بحضن عيالها، فهي قاومت كل ده حفاظا على مشاعرك وحبا فيك. ما هو المشكله بقى ان ما بتقابلش بكده، بس مالناش دعوه هو يحاسب. لكن هي تلام لا ما تلامش، انت اصيله وبتحب زوجك وعايزه يا ست الله يكرمك وجزاك الله خيرا على الامر ده، وصبرتي معايا وعايشين في سعاده وعايشين في هنا. وفي منهم من الحالات بتقول لك بعد مش عارف 21 سنه سابته، قعدت سنتين بره من غيره وبعدين رجعت له تاني. طب دي كلها حالات جميله.